عبد الرحمن واحد بالمناسبة، يعني عبد الرحمن واحد من أفضل الضاربين في مركز أربعة الحقيقة في مصر وفي أفريقيا، عاملين شغل رائع جدا جدا السنة دي. ما أنا بقول لحضراتكم بعيدا كمان عن إن أنت بتتفرج على فريق وأنت قاعد بتتفرج حاسس إن أنت عندك فريق محترم، وفي نفس الوقت من الناحية الفنية بتتفرج على ماتش حلو. يعني اللي ليه في الطايرة هيبقى عارف الكلام اللي إحنا بنقوله. عبد الرحمن موسم صعب وموسم طويل، ان انت وانت لسه صغير ان انت تصل ان انت تقدر تاخد الاربع بطولات، برضو بالنسبه لك شفت الامر ده ازاي؟ السنه اللي فاتت انا عارف انت كنت موجود، خدتوا بطولتين وخسرنا بطولتين، ده بالنسبه لنا كان كارثه. والله هو فعلا زي ما حضرتك قلت الموسم اللي قبله كان يعني هو كان وحش على الكل، ما كانش يعني صغير او كبير، كان ردنا لازم يبقى واحد الفرقة كلها. احنا قعدنا مع بعض واتكلمنا في الموضوع ده. موسم السنة دي كان يعني موسم كده، هو حتى مستر فرناندو أول ما قعد معانا في قبل أول ماتش زمالك خالص قال لنا يعني ده موسم رد الاعتبار، يعني رد اللي هو رد كل حاجة يعني كانت حصلت السنين اللي فاتت. لازم نرد الجميل للجماهير اللي كانت اللي صبرت علينا يعني في وقت الخسارة. لازم نفرحهم تاني، لازم نرجع الاربع بطولات النادي الاهلي. وكان موسم صعب جدا زي ما حضرتك قلت، وخصوصا التوقيت كمان، يعني كان البطولات ورا بعض كلها، وفي بطوله زي بطوله افريقيا كده احنا بعد ما خلصنا بطوله افريقيا احنا كنا قاعدين في معسكر تقريبا 20 يوم مغلق. كان عندنا لسه بطوله كاس، يعني كان لسه عندنا نص نهائي كاس ونهائي كاس، وكان الموضوع كان صعب فعلا ذهنيا اصلا اكتر من هو بدنيا. صحيح. ان انا بعد مش بطوله ماتش واحد. افريقيا بالظبط، يعني بعد وخصوصا ان هو ماتشات الكاس هو فعلا كل شيء وارد، انت ممكن تنزل نص نهائي عادي من فرقه يعني تخطف وتجري عادي زي ما بنقول يعني في ماتشات الكاس. هو كان صعب فعلا ذهنيا كمان ان احنا بعد بطوله افريقيا وبعد مكسب كبير زي ده وبعد فرحه كبيره زي كده تحصل حاجة زي دي. ان احنا بقى نقفل على نفسنا تاني ونركز تاني عشان في بطوله كاس لازم نكسبها، ما كانش ينفع ان نخسر بطوله من الاربعه يعني.